صباح الفل على كل مشاهدين الحلوين حدوتة وطن. النهاردة معاكم في حلقة جديدة، والنهاردة الحقيقة معانا موهبة شابة جميلة. الموهبة دي بتقدم كلمات، والكلمات دي أكتر من الموهبة الحقيقة هي بتقدم رسالة مهمة جدا، بتبكينا وتفرحنا وبتأثر فينا. تسمحوا لي أبتدي معاكم حلقتي النهاردة بأهم الحكم في حياتي. الحكم اللي في حياتي بتقولك إيه؟ لا تفكر فلها مدبر. الوحدة مؤلمة أفضل من أن يتذكروك أشخاص وقت فراغهم. كمان بيقول لك إن الظالم إن اللئيم أظلم الناس نفسه. وكمان في حكمة مهمة جدا برضو في حياتي، أكره التفاهم مع شخص يرى كل الآخرين أشخاص خطأ ويرى نفسه دائما أفعاله كلها صحيحة. كمان برضو من الحكم اللي موجودة في حياتي، حياة يقودها عقلك ولا يقودها كلام الناس. وحط بقى خط 100 خط تحت كلمة كلام الناس. آخر حكمة بقى معاكم، حكمة الحزن. الحزن لا يغير من الواقع شيء، ولكن الابتسامة تضع واقع جديد. خلونا نبتسم ونبتدي حياتنا بشكل جديد وحياة جديدة وتغيير، مهما يعني مهما حصل من إحباطات وفشل تقاوم فشلك وما فيش أي حاجة تأثر عليك. الحقيقة موهبة النهاردة اللي معايا موهبة شابة يبلغ من العمر 20 عام، جاي النهاردة من سوهاج. أهل السعيد الكرام الجمال، ألف تحية وشكر وتقدير لكم. الموهبة اللي معايا النهاردة ابتدت وهي عندها 15 سنة. الحقيقة هو يعني فشل وفشل وقاوم فشله، وبعد كده وصل لنجاح، أصدر عدد من الأغاني لا كنتش تتوقع نجاحها في سوهاج ولا استطاع ده خالص. موهبته رائعة، عنده حلم عايز يحققه عشان يكون فخر لنفسه والبلده. هو بيحب بلده جدا جدا جدا، ودايما بيذكر فضل والديه عليه، بس دايما عنده مبدأ ان هو مش عايز مساعدة من حد، ان هو بيبتدي حياته بنفسه. اتعرض للتنمر والسخرية في بداية حياته، ولكنه كمل واستمر وقاوم ونجح. من اهم الاغاني هو بيحب اللون الراب، وهنعرف النهاردة اشمعنى اللون ده اللي اختاره. هل بقى عشان الموضة الشبابية، ولا هو شاف ان صوته وكلماته مؤثرة فهينجح في الموضوع ده. من احلى اغانيه اغنية مسكنات، اغنية حياتي سوشيال، أغنية هكمل اللي كلها تحدي، وأغنية وشوش، وأغنية حدوتة، وكمان أغنية كنت أهبل، وكواليس. يعني كلها في بعض منها مشاعر من الحزن، هنعرف إيه حكاية الأغاني دي. خلونا نرحب بضيفي النهاردة مطرب الراب شريف أشرف. أهلا بيك يا شريف. أهلا بيك يا فندم، نورتنا من السعيد لمصر على طول. في البداية كده عايزك تقول لي بدأت طريق حلمك ازاي؟ هو بدأت من 5 سنين، كنت محتاج اغني راب، يعني كنت بسمع راب من زمان، فلو محتاج اغنيه وحبيت اخد مساعده من كذا حد، بس كانوا بيصدوني، اللي هو لا صوتك مش حلو مش هينفع، اللي هو بلاش تغني اساسا من الاول يعني. ففضلت اغني لحد ما وصلت اللي انا فيه. طيب وايش معنى لون الراب اللي انت اخترته؟ مزيكا هادية، واللي هو متقمص شخصيتها أكتر. بعرف أتقمص شخصيتي في غناء الراب أكتر. يعني عايزك برضو تكلمني على اللي أنا عرفت منك إنك تعرضت للتنمر كتير، وحكيت على حاجات كده ما صدقتهاش، يعني موضوع في السوشيال ميديا وكده. كلمني على المواقف اللي حصلت لك كده. لما بدأت من 5 سنين كنت بنزل أغاني بتاعت على الساوند كلاود، فاللي هو نزلت أكتر من 40 أغنية، فاللي هو فضلت أنزل كل ما تسمع أكتر الناس يعني صحابي بيبعدوا عني اكتر. فجت فتره كل الاغاني اللي عندي على الساوند كلاود اتمسحت. ايه موضوع الصحاب اللي بيبعدوا عن بعض لما حد بينجح؟ يعني هم ممكن ما يكونوش يبعدوا لو خدتهم في الموضوع، يعني في الليله يعني ده بتفسر ده يعني حقد مثلا او غيره؟ والله هو يعني بعد اللي انا وصلت له حاليا كلهم عايزين يرجعوا لي تاني. وهو انا اعرف ان الصديق معاك وقت الضيق، يعني في اي وقت يبقى معاك وجنبك. ده مثل بس ما حدش بيعمله. بس عملت بقى كلمات عن موضوع الصديق دي بقى وغنيتها راب، ولا ما عملتهاش؟ فكرتش تعملها يعني؟ لا.
لا انا عايزاك تعمل حاجه عن الصديق لانها بإذن الله مهمه حاضر، جدا. الفترة الجاية بإذن اه الله. طيب كنت بقى عايزه اسالك يعني الخطوات الجايه ان شاء الله فيها حاجات جديده معاك بقى، اغاني محضر لها ان شاء الله. اه بجهز لفيديو كليب اسمه سواك فوق، هجمع كل حد بيغني في سواج هيكون في الكليب ده، والفكرة بتاعت التراك بتحكي عن سواج عامة وعلى كل شخص مظلوم في سواج بيغني ومش لاقي فرصة. هو موضوع الشباب والمواهب اللي في الصعيد دي شيء مهم جدا وبيعانوا جدا، وحقيقة يعني مو هنقوله محافظات بس الأكتر الصعيد. يعني انت شايف ان احنا ممكن ازاي ندعم مواهب الصعيد؟ هو للاسف يعني هناك ما فيش استوديوهات كتيره بحيث ان حد عايز يسجل اغنيه مثلا، لا كله لازم يسافر مثلا القاهره، يسافر مكان في استوديو يسجل فيه، انما هناك للاسف ما فيش. فانا فاهم في الراب بس انا عندي استوديو برايفت خاص بيا، فعشان كده بسجل لنفسي، بعمل مزيكا لنفسي، بكتب لنفسي انت كل اللي حاجه. بتكتب لنفسك يعني الكلمات كلها اللي في بعضها كل حاجه عجبتني. بعملها لنفسي اساسا. طب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ إيه كنت هبل اتنين. كنت اهبل اتنين. ماشي، هنسمع دلوقتي كنت اهبل اتنين. برافو عليك، ايه الكلمات المحزنة دي؟ بس انت يعني بتقولها بقلبك قوي، يعني عندك احساس، احساسك عالي متقمص شخصية الحزن اه شوية. قوي. تخيل اللي عايز دي يعني، وانا مش عايزه اعيط خليني اعيط دلوقتي، انا جايه النهارده عشان اضحك. هو ده الفن. او يعني اهم حاجه كده لما تقابل موسيقار كبير كده قدير يقول لك لا انت صوتك حلو بس ناقصك احساس، انت عندك نقطه الاحساس دي. ما هو لازم تلعب على نقطة الإحساس عشان تبين للشخص، الشخص اللي قدامك الفكرة اللي أنت عايز توصلها. هو انت اللي كاتب الاغنيه دي ده؟ ودي بقى كانت نبع عن تجربه شخصيه لا في العادي، في في اللي العادي. تجربة شخصية وفي اللي بشوفه، يعني اللي بشوفه بيحصل فبكتب عنه. اخبار المعجبات ايه؟ زي الفل الحمد لله. اه بجد يعني بمناسبه الحب جيلكوا بقى بيحب كتير قوي، مش عارفه ليه يعني ما شاء الله الحب متعدد. احنا كان على ايامنا مثلا نحب مره مثلا نفضل نحب كده وفي الاخر نقول احنا كنا هبل او كنت اهبل زي ما انت قلت كده. يعني الكلمات اللي انت بتقولها احنا يعني بنضحي وبنلاقي ناس ما يستاهلوش التضحيه، ومع ذلك برضو ترجع تاني تكرر نفس التجربة حصل وتقول ان انا كنت اهبل. حصل. عايزاك تكلمني عن دعم والديك، بابا وماما دورهم ايه في حياتك؟ والله هو والدي ووالدتي هم اساس كل حاجه، يعني انا يوم ما بدات اغني اساسا والدي اللي وفر لي المايك، ان اجيب مايك، والدتي بتشجعني في الاغاني لما اجي اكتب اغنيه فبتقعد جنبي، دي كويسه دي عدل في دي، اللي هو غير ما تخليش نفس المود، حاول تتقمص الشخصيه اكتر، وبتقعد يعني كل ما اسجل بتسمعني، بتسمع الاغنيه كويس، لا عيد وهكذا. ووالدي لما بحتاج اي حاجه تخص التسجيل ما بتاخرش معايا في حاجه، فده اللي مديني فرصه اكتر يعني. طبعا، ولازم يكون موجودين جنبك، احنا ما نعرفش نعيش من غير اهالينا ودعمهم وسندهم أكيد حتى لو ما فيش امكانيات ماديه، كفايه الكلمه الحلوه يعني هم اللي معانا، هم اللي دايما بيخافوا علينا. يعني بعد كده في مرور الحياه هتشوف هتقول اهلي هم فعلا كل كلمه كانوا بيقولوها صح، صح جدا. حصل. يعني هسمعني ايه تاني؟ مسكنات بس مسكنات هتعيطوا في دي. برضو ده ما بحسب مسكنات دي هتخففني لا شويه. هتنتحروا في دي. طيب اوكي ماشي، مسكنات.
وانا مش عارفه مش عارفه فصلت يعني، مش عارفه اقول لك ايه يعني. الكلمات مؤثره قوي يعني، ليه بتقلب عليا مواجع؟ طيب والله هو انا بسجل اساسا بكون بضحك مش ببكي. لا يا سلام، يعني انت تضحك واحنا نبكي يعني؟ لا اصل لا انا بوصل الفكره لحد ان انا بعيط بس انا ما بعيطش اساسا. اصل انا دماغي ليا دماغي يعني، انا معظمي بحب اصلا القديم ومش اي حاجه بتاثر فيا، فمعنى ان انت تاثر فيا فانت تبقى موهوبه بجد. بجد يعني من غير مجامله، بجد بجد بحييك على احساسك وعلى الكلمات الجميله اللي انت بتقدمها شكرا بجد. ليك، شكرا. كنت عايزه اسالك، انت كنت بتقول لي انا عايزه اعمل حاجه حلوه لاهل سوهاج، وكان نفسي ابقى فخر البلدي. والله هو انا عندي صحابي كتير بيغنوا، في ناس بتغني طرب وناس بتغني راب، في حد اسمه مصطفى هاني من سوهاج صوته جميل جدا وفي حفلات مشهوره من سوهاج بس ما لهوش فرصه يعني انه يغني، في حد اسمه السكري بيغني راب كويس، في حد اسمه محمود عبد اللطيف ده في مجالنا، مصطفى ده بيغني طرب، فاللي هو السكري لو عايز يغني ومحمود عبد اللطيف فاللي هو بنغني مع بعض لان فاهمين في مجال بعض، انما مصطفى هاني للاسف عشان طرب فالدنيا صعبه مع شويه، فاللي هو ما لهوش دعم هناك، فاللي هو بيفكر يعمل يعني بفكر اعمل حوار الكليب اللي انا بعمله ده عشان ابين في الشخصيات اللي هناك دي كلها. ده فكرة حلوة جدا، تحس ان هو كليب كمان خلاف ان هو فني بس وطني، بيجمع قلوب عايز احكي على مصر. كل حد ليه فن معين بس ما وصلش ليه وكده، فاللي هو هجمع كل حد ليه مجال معين والكليب بقى هيكون بيتكلم عن كل ده. هو ده انتاجكم ولا في حد بيساندكم برضو في موضوع الانتاج؟ والله هو حاليا كل حاجة بعملها لنفسي. ما هو عشان برضو السوق يعني مش زي الاول، في مشاكل برضو في الصعوبات في اللي، وطبعا قابلت موضوع الواسطة في حياتك والصعوبات دي اكيد يعني أكيد. طبعا يعني. طيب لو جيت قلت لك لو عايز بقى الايام الجاية تكتب بقى كلمات بجد بقى يعني غير الحزن يعني، لا في حاجة تانية غير الحب، ممكن تكتب لنا ايه يعني في دماغك كده؟ ما لو هكتب عن جدعنة الصحاب او حاجة تفرح فما فيش الكلام ده ده عشان انا اكتب اقترحت. للأسف. لا مش هتكتب جلال صح، اكتب هتكتب برضه غدا. لا يعني ممكن تعمل حاجه وطنيه تيجي في بال، او حاجه عن الام مثلا تنفع في عيد الام، لان احنا مفتقدين جدا يعني اغاني المناسبات دي مثلا هو انا عملت حاجة زي كده بس ما نزلتهاش، عن الام. على في عيد الام وكده بس ما نزلتهاش. طيب هتسمعنا ايه تاني؟ حابين تسمعوا ايه تاني؟ لا انت اللي تقول. كفاك. مش ناقصة حزن أكتر من كده. إيه حياتي سوشيال ايه حكايتها؟ انا سمعتها حياتي السوشيال ده التراك عامة أنا يعني ده بيحكي عني فعلا، إيه بيحكي عن إن أنا حياتي عبارة عن سوشيال ميديا بس، اللي هو أخدت فترة أنا من صغري أساسا متعلق بالسوشيال ميديا، كنت عملت لعبة اسمها سيلك رود زمان أنا مخترعها من الصفر مصممها من الصفر، فاللي هو انتبهت الحوار المزيكا ده كان عندي 14 سنة ونص كده، انتبهت لكذا حد انه يساعدني في المجال ده بس قالوا لي لا. انت عندك 20 سنة. طب هو من 20 سنة يعني برضو كان السوشيال ميديا ما كانتش، او كان تقريبا موجود، كان ياهو تقريبا. كان في الفيسبوك بس كان جديد عليا من ناحية. بس انت كنت بقى يعني ما شاء الله بدري. وايه تاني بقى؟ طب اغنية هكمل دي برضو دي متحسة من شوية فيها اصرار إيه وتحدي. هكمل دي برد فيها على ناس، الناس اللي قالت لي زمان مش هتوصل، اللي هو قالت لي صوتك مش حلو ومش هتعرف تعمل اي حاجه من غيرنا والكلام ده فما تكملش او ما تغنيش من اساسا، فالاغنيه دي رديت فيها على كل حد، على كل حد عني يعني. وغنيت وعلي صوتك، علي صوتك بالغنى كمان. ولا والكلمات كويسه، ما مش وحشه ولا حاجه زي ما هما بيقولوا يعني، مش معنى ان حد بيقول لنا حاجه تبقى صح يعني. انا ده في مبدأي، انا بمشي بدماغي اصلا. يعني اهم حاجه ان انت مقتنع جدا بخطواتك ومقتنع بيها جدا جدا، وعندك ثقه بنفسك، دي مهمه جدا. هو انا شلت حوار يعني شلت من دماغي ان حد اي حد يساعدني، لان من 3 سنين تقريبا مفيش كنت حد بشتري، بيساعد حد طبعا. اكيد كنت بشتري مزيكا من حد، فلما وصلت فالشخص ده قال لي انا عايز التشانل بتاعتك بتاعت اليوتيوب وكده اللي شكلها 120 كي 120 الف، ياه. فاداني 3 كوبي رايت، 3 كوبي رايت على اليوتيوب قفل التشانل اساسا فاتقفلت للاسف، فاللي هو ما رضيتش اشتري مزيكا من حد، قلت اعمل كل حاجه لوحدي، بطلت تقريبا لمده سنه، اتعلمت اعمل مزيكا، اتعلمت اعمل كل حاجه مع نفسي، وروح بدات من تاني. انت بتدرس اصلا بعيد عن المزيكا؟
تدرس تجار. التجارة 5 سنين. اه بس طبعا مش هتشتغل بالتجارة. لا كل تجارة موهوبين وفي الآخر ما يشتغلش بالتجارة خالص. كله محتاج شهادة مش أكتر يعني. وطيب ودلوقتي بقى ماما وفي البيت بقى واخواتك يعني بيقولوا لك ايه بعد النجاح الجميل ده؟ اهو الحمد لله ماما دايما جنبي والله، مدعماني في كل حاجه، اي حاجه بحتاجها ما بتقوليش لا. ووالدي اي حاجه بحتاجها في الاستوديو، وعندي استوديو في البيت خاص بيا، وهو اللي جايب لي كل حاجه بصراحه، واي حاجه بحتاجها ما بيقوليش لا. واصحابك بقى دورهم ايه؟ هو يعني ماليش صحاب كتير للاسف. هما خمسه سته كده، اللي هو مصطفى هاني والمغني الراب اللي اسمه السكري. من مجال مش من خارج اه المجال. انما غير كده لا. لو حبيت تقدم رسالة توجهها للشباب تقول لهم ايه؟ ما تسمعش لأي حد يوقفك، انه هكمل طريقك وسيبك من اي حد هينصحك، لانه هينصحك لو نصحك بالمفيد قشطة ماشي، انما لو نصحك بالسلبي لا، كمل وسيبك من اي حد. طب ما تسمعنا حاجة كمان، سمعنا حاجة كمان. نسمع كنت هبت طيب تاني. لا لا هي رقم واحد غير رقم اتنين، ايه الجزء الأولاني غير الجزء التاني. تقريبا. اه كنت هبل، كنت هبل عاديه، وكنت هبل اتنين ومسكنات. انا غني كنت هبل اتنين ومسكنات. تمام خلاص مش مشكله نعوض. انا بقى جد يعني هو انا كنت بس عايزه يعني افرح ما هو بالكلمات مش عايز بتاعتك. ادخل في حزن تاني بصراحه. ده خلاص. انا بشكرك جدا انت نورتني بجد في الحلقة، وبحاول يعني على قد ما اقدر اللي انا يعني بيكون يعني نلغي الحزن خالص من اغاني الراب. بس عايزة اقول لك حاجة اخيرة، هو الراب ده يعني عشان برضه الناس ما تعرفوش، يعني لو حبينا انك ايه نوع الغناء ده؟ هو بوصل رسالة لشخص كلمات بس ايه. مش لازم يكون صوته حلو، لا المهم يكون الراب عنده بيتكلم على احساس. الكلام، بتعرف تكتب هتعرف تغني راب. تمام يعني ما انا مش ممكن هتعرف اغني راب ايه، هتعرف تكتبي. عادي يعني لازم اللي يغني راب لازم يبقى تكون موهوب في الكتابة، ده انا بحسب موهوب في حد الكتابة هتكتب. بيكتبها له لا وبيغنيها. ما هو الراب عامة موهوب في الكتابة، مش موهوب في الكتابة ما خلاص. اكتر حد عجبك في الراب هنا في مصر؟ إيه مفيش غير ميكي، كنت لسه هقول لك. مفيش بعد ميكي. انا بشكرك جدا يا شريف، كان معانا مطرب الراب شريف اشرف اللي جانا النهارده من سوهاج ونور حدوته وطن. عايزه اقول لكم في النهايه، اي حلم عندك حققه، ما تخليش اي حاجه تاثر فيك، واي حاجه سلبيه في حياتك انساها خالص، الناس اللي وجعوك انساهم خالص وابتدي من جديد وعيش حياتك وابتسم وابتسم اكتر واكتر واكتر. بشكركم، اشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من حدوته وطن.